اتنين من لاعيبه ايفرتون بيضغطوا على دي بروين، سايبين ممر تمرير في ظهرهم بيفتحوا جريليتش. بالفعل دي بروين بيعمل باص وبيضرب الاتنين مدافعين. جريليتش بيعمل سكان الناحيه الثانيه عند محرز. محرز هنا بيستلم وعنده المساحه الكافيه لكل الحلول. محرز بياخد وضع تشريحي للتصويب عشان يموه للداخل ويضحك على دفاعات ايفرتون، وبكده اخترق من الدفاعات. جوده محرز كانت في عمل الباص العرضي برجله اليمنى مع انه لاعب بيلعب برجله الشمال. هنا دي بروين جاي من وضعيه الحركه ومش مثبت رجليه الاثنين في الارض علشان يلف برجله اليمين ويحرز الهدف الاول للمان سيتي. رودري هنا بيعمل مس باص في نص الملعب علشان الكره تتقطع وتروح لجي وتبقى هجمه مرتده. جي هنا بيكسب مساحه كبيره في وسط ملعب المان سيتي، يتقل على كورته ويعمل سكان ومستني الاسيست من زمايله علشان يتعمل اوفرلاب في ظهر اكانجي. اكانجي بيقفل ممر التمرير اللي اتفتح من الاوفرلاب علشان يفتح لجي زاويه تصويب، وجي يصوب ويبقى الهدف التعادل لايفرتون. تفاصيل الكره في اوروبا حرفيا مرعبه، وجوده اللعيبه عاليه جدا بتسمح لهم من اقل خطا يحرزوا اهداف. ولو الفيديو عجبك اعمل لي سبسكرايب ولايك، واكتب لي في الكومنتات ايه الفرقه اللي بتشجعها عشان احللك ادائها.